ببجي هي واحدة من أكتر الألعاب انتشارا في العالم، خصوصا في الوطن العربي. بس أنت كنت تعرف قصة وصول اللعبة ديت ليك كمستخدم، ومين هو أصلا مخترع اللعبة ديت؟ فتعالى نتكلم مع بعض على مخترع لعبة ببجي بريندان جرين، قصة حياته وإزاي وصل للمرحلة اللي هو فيها حاليا، والسر ورا اختراعه لعبة ببجي موبايل. كل ده هنعرفه في الحلقة ديت، فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. يلا بينا. بريندان جرين اللي اتولد سنة 1976 في إيرلندا، واللي كبر في معسكرات الجيش الأيرلندي، وحصل على شهادة ثانوية سنة 1998 90 وتخرج بعدها من كلية الفنون، واشتغل في تصوير الحفلات، واللي بعد ما اتخرج كان نفسه ان هو يلاقي وظيفة في المجال بتاعه اللي هو مجال الفن، لكن الحظ ما كانش واقف معاه وقتها، وده اللي خلاه اللي هو يدور على وظيفة تانية عشان يشتغل في مجال تصوير الافراح، وكمان اشتغل في تصميم المواقع الالكترونية. ولكن بعد فشل كبير في جميع الوظائف ديت، قرر اللي هو يسيب البلد بتاعته ويسافر الى البرازيل علشان يلاقي فرصة احسن هناك، والكلام ده سنة 2013، واشتغل هناك برضه في تصوير الحفلات وكان بيصمم المواقع الالكترونية، لكنه برضه ما حلفوش الحظ هناك، فقرر وقتها ان هو يحترف الموسيقى عشان يشتغل بيها، وفعلا ألف الكتير من المقاطع الصوتية، ولكن واجهه الفشل برضه، وده اللي خلاه ان هو ينفصل عن زوجته نتيجة لفشله في الحياة المهنية، وكمان كان قطع وقتها أصدقائه علشان يلاقي نفسه وحيد بعيد عن الحياة الاجتماعية، وما كانش قدامه أي حل تاني غير انه يفضل وحيد في الشقة بتاعته، وده اللي خلاه اللي هو يدمن ألعاب الفيديو اللي كان بيحبها من وهو صغير، لكن وقف الهواية ديت بسبب الدراسة والحياة الزوجية. بس لما رجع تاني وحيد قرر اللي هو يرجع الهواية دي تاني، في نفس الوقت برضه يفرج همه في شوية الألعاب اللي بيلعبها. وهنا كان بيلعب لعبه اسمها ارامتو اللي كانت واخده شهره كبيره جدا وقتها، بسبب ان مصممين اللعبه ديت كانوا مخليين اللاعبين يعرفوا انهم يعملوا مودات في اللعبه وكمان يعدلوا على القصه بتاعتها، وده الامر اللي خلاه يبقى عنده شغف في اللعبه دي، لانه كان بيعدل في القصه بتاعت اللعبه ويعمل مودات مختلفه وكان بيخليها اقرب الى الحقيقه نوعا ما. وهنا كمان قرر اللي هو يضيف ميزه اللعب الجماعي بين اللاعبين، وراح اطلقها ما بين اللاعبين بتوع اللعبه علشان تلاقي شعبيه كبيره جدا. وهو كمان ما كانش بيفهم في لغه برمجه الالعاب قوي، لكنه اتعلم عنها شويه وخد شويه خبره فيها حلو، وبعد ما عدل الكلام دوت خد شعبيه كبيره جدا ما بين لاعبين الفيديو، وبعدها قرر اللي هو يدخل في المجال ده بالظبط لما كان بيشاهد فيلم ياباني اسمه باتل رويال، وقرر وقتها ان هو يتواصل مع شركه العاب كوريه علشان يعملوا ليه ويصمموا لعبه ببجي بعد ما عدل على قصه الفيلم اللي هو كان لسه شايفه اللي اسمه باتل رويال، علشان ينفع يكون قصه لعبه في نفس الوقت يكون اقرب للحقيقه والواقع. والشركه فعلا وافقت بالعرض بتاعه وبداوا في انهم يبرمجوا اللعبه سنه 2017، وفعلا اطلقوا اللعبه في نفس السنه ولقت نجاح وقبول كبير جدا من لاعبي الفيديو في الوقت ده، علشان يبقى في عدد اكتر من 2 مليون محملين اللعبه في اول شهرين بس من اطلاقها، ويتحول ثروه بريندن في خلال 4 شهور بس الى ما يقارب ال 250 مليون دولار، ودلوقتي حققت اللعبه رقم قياسي في عدد التحميلات على متجر جوجل وابل ستور عشان تخلي ثروته تتجاوز المليار دولار. وبس كده يكون الفيديو بتاع النهارده خلص، ما تنساش بقى تعمل لايك شير سبسكرايب، اشوفك الفيديو اللي جاي. انا شريف نبيل من موقع القيادي، سلام.